بسم الله الرحمن الرحيم. محمد نزار مصباحي، مدرب اتحاد طنجة لكرة السلة. كما كيعرف الجميع، توقفت البطولة ديال المغرب في كرة السلة منذ سنتين وأزيد بحكم المشاكل اللي كيشهدها الساحة الرياضية في هذا المجال. هذا الانطلاقة هذا الموسم كانت نسبيا مفاجئة، لما أن ما كانش استعداد مسبق، يعني جا واحد مع الجائحة كورونا والمشاكل اللي كانت نايضة في الجامعة. على كل حال، نادي اتحاد طنجة لكرة السلة هو من الدعائم الأساسية ديال كرة السلة في البلاد، بحكم التاريخ ديالو، بحكم الأمجاد اللي دوزها، بحكم الجمهور العريض اللي عنده، بحكم السمعة ديالو. دونك حنايا حاولنا ما أمكن باش نعتمدوا على العناصر المحلية اللي تكونت داخل النادي وفي الفئات العمرية الكاملة. المشكل اللي كاين هو هاد الوليدات هادو ما لعبوش بزاف ديال، ما كانش عندهم تنافسيه، ما كانش غياب ديال البطوله ديال الفئات العمريه لسنين عديده. ولكن هذا ما كيعنيش اننا سنطيحوا يدنا، بالعكس، هي تعطات فرصه لهاد الشباب هادو باش يكونوا هما الداعمه الاساسيه ديال النادي، ومعززين بلاعبين عندهم خبره في الميدان. دونك بدينا الموسم ديالنا دو سيمين افون لو بروميي ماتش، دونك ما كاينش استعداد، ما كاينش دي ماتش اميكو، ما كاينش شي حاجه اللي تقدر ترتكز عليها واحد الاعداد بدني جيد. ولهذا يعني كنا يعني بحال اللي كان حنا والزهر ديالنا. دونك مشينا نلعبوا اول مقابله والحمد لله ما خايبناش ربي، والوليدات كانوا في المستوى، حاولوا انهم يعودوا بنتيجه مشرفه اللي كتشجع كذلك المكسب انه يمشي يفتش على الدعم المادي مثلا واللوجيستيكين للفريق. الفريق اذا لاحظتوا هو مكون من شباب المدينه، من الوليدات اللي كانوا عندنا في الفئات العمريه واللي سبق لهم لعبوا التشالنج ديال العام اللي فات ديال اي 19. والنادي كان في السياسه ديالو يعني ينهج انه خصو يشباب الفريق، وهذه السياسه هذه اللي رب ضرت النافعه، يعني الجائحه كورونا عطاتنا فرصه اننا ندمجوا هاد الشباب هادو، وان شاء الله مستقبلا عاد يقولوا الكلمه ديالهم، لاننا وضع فيهم الثقه الكامله، ومولداتي وتربوا معايا من المدرسه حتى دابا. يعني انا كنامن بهذا المشروع، يعني من دائما كنت كنادي بان اتحاد طنجه خصها تلعب بولاد البلاد ديالها. هذا ما كيعنيش باننا غادي يكتفيوا بهذا، يعني التشكيله ديالنا غيكون فيها لاعبين محترفين، نشوفوا اذا كانوا الاجانب عاوتاني يعزوا الفريق. حنا البطوله غاديه وحنا كنحسنوا ليفيكتيف ديالنا حتى نحاولوا نخرجوا بواحد الفريق اللي يمثل المدينه احسن تمثيل ويكون في تطلعات الجمهور ديال مدينه طنجه. السلام عليكم، ياسين حيله، لاعب فريق اتحاد طنجه. بالنسبه للتحضيرات ديال هذه السنه كتمر بواحد الاجواء جد حماسيه مع المدرب الكبير ديالنا السي نزار مصباحي. الحمد لله عندنا واحد 70% من ابناء الفريق لاعبين ممتازين غيقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله هذه السنه، وكنتمنوا التوفيق ان شاء الله لينا ولجميع الفرق المغربيه. وحنا جد فرحانين بالبطوله الوطنيه من رجعات ورجعات الانفاس للفرق واللاعبين باش يرجعوا للامور ديالهم، ونتمنوا خير لجميع الفرق المغربيه. بالنسبه لينا حنا بدينا الامور ديالنا، التدريب خديناها بطريقه جيده مع المدرب ديالنا، وجدنا المقابله الاولى اللي ضد فريق افران، الحمد لله فزنا بها خارج الميدان ديالنا. وبالنسبه لهذه المقابله ديال المغرب الفاسي فكنوجدوا لها بكل صرامه ان شاء الله، واللاعبين عازمين على باش يفوزوا بهذه المقابله، وكنتمنوا خير ان شاء الله. السلام عليكم، معكم الحرش عمر، لاعب فريق اتحاد طنجه لكره السله. فكيف ما كتشوفوا معنا هذا العام ان شاء الله بدينا بواحد ليفيكتيف جون. المقابله الاولى الحمد لله توفقنا وربحنا كونتر افران. دونك دابا بالنسبه لي زونترينمون حنا كنترينيو وكنستعدوا للماتشات الجايه ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق للفريق ديالنا وان شاء الله ما يكون غير خير. بحال اللي كتعرفوا على ان بطوله هذا الموسم اللي صراحه عادت بعد ثلاثه مواسم متتاليه من الانقطاع نظرا للمشاكل اللي كتعرفها الجامعه الملكيه من كره السله، فواخا بدات البطوله باش نكون معك بكل صراحه العباره، مشاكل ما وقفتش، لان باقيين اكثر من 6 ديال الدعوات في المحكمه القضائيه. كاين مع كذلك ملف لدى غرفه التحكيم الرياضي. اذا مشكل كره السله ما عرفش الحل ديالو، لان الجامعه عم تعمل بتحقير مقرر قضائي ديال واحد جوج الفريقين ديال العيون ديال تازه. المهم حنايا باش ما يقولوش على اننا كنوقفوا العجله ديال كره السله، نظرا تضرر واحد مجموعه ديال المتداخلين في هذه الرياضه، هذه لاعبين، حكام، مدربين وعده متداخلين اخرين. فقلنا نعطيو انطلاقه لهذه البطوله، ولكن صراحه
سعيد انني كنشوف واحد الفريق اللي هو منتوج ديال المدرسه ديال اتحاد طنجه اللي سهرنا لسنوات وحنا عندنا حاملين واحد المشروع ديال التكوين على جميع الفئات وعلى جميع المستويات. اليوم كنشوفوا الفريق ديالنا يعني بنسبه 95% طنجاوي منتوج ديال المدرسه، وهذا واحد الربح كبير. يعني غير اللي خصو يعرف الراي العام كامل هو ان هاد اللاعبين هادو واخا تدرجوا في الفئات كنا كنكتفيو بلاعب مقابلات حبيه او لا شاركنا في ديك لي شالونج اللي كنا نضمناهم مع مجموعه من الفرق الوطنيه، اما البطولات الرسميه لم يشاركوا قط لان البطولات ديال الفئات الصغرى ما تلعبوش هذه 5 سنين ولا 6 سنين. يعني كان هناك تضرر على جميع المستويات، ولكن الحمد لله الاطر التقنيه ديالنا ولا الاداريه كيعملوا واحد مجهود كبير باش الفريق يرجع السكه ديالو. الحمد لله فرحان بزاف لان صراحه اولا فرحان لاننا معايا واحد مجموعه المناضلين الرياضيين رغم انقطاع الدعم، رغم الحروبات الداخليه والخارجيه، رغم واحد مجموعه المشاكل اللي تعرض لها الفريق لم يهتز البيت الداخلي. الحمد لله العمل ديالنا كملنا عليه. المشروع ديالنا ديال اتحاد طنجه وديال مدارس القرب ديال طنجه تتنفس كره السله لا زال قائم، وهذا هي المفخره ديالنا. الشكر للسلطات المحليه في شخص السيد الوالي اللي صراحه ديما كنجبروه يعني امامنا وكيساعدنا، كذلك السيد المدير الجهوي لمدير وزاره الشباب والرياضه، واحد مجموعه الفاعلين بمدينه طنجه الشرفاء اللي عندهم غير على المدينه، عندهم غير على هذا الفريق اللي كيتوقوا في المستقبل انهم يشوفوه يعني يرجع البريق ديالو ويرجع السكات يعني ديال التتويجات ان شاء الله. غير الامور اولا تزول الضبابيه من كره السله ويزولوا هذه المشاكل، كان واعد على ان فريق اتحاد طنجه سيعود بقوه وسيعود على جميع المستويات وجميع الواجهات. اولا السؤال فهو وجيه صراحه لان اللاعبين بحال اللي غنقولوا لا زالت معدل السن ديالهم بين يعني 2004 2003 2002 2001، يعني معظم اللاعبين شباب شبان وشباب. اذا صراحه ناقصين واحد مجموعه ديال التنافسيه والجاهزيه التنافسيه، ولكن نظرا ان البطوله بدات باخته الاطار ديالنا السي نزار مصباحي اللي كنشكرو من هذا المنبر هذا ولا السي حسن بركاني وجميع العاملين مع الفريق يعني الطاقم الفني والتقني والطبي اللي كيعملوا عمل جبار باش انهم يوجدوا الفريق. ما نخفيش عليك على اذا قلت لك على ان هذا الفريق هذا قادر باش يساير الايقاع ديال هذه البطوله والقوه بعض الفرق، فعنكون عنكون واهمه ولا كنبيع الوهم الراسي قبل الناس. فاحنا يا اتفاق ديالنا مع الاداره التقنيه، احنا كنكتب مسير مع الاداره التقنيه هو اننا نعطيو انطلاقه بهذ العناصر ومن بعد غيشوف بكامل الخلل اللي يمكننا نعزو بها الفريق باش يمكن له هذا الفريق على الاقل يحفظ البقاء ديالو او يتاهل للمربع يعني المقابلات ديال البلاي اوف باش نحافظوا ماء الوجه كذلك ونحافظوا على المكانه ديالنا. كاين اللاعبين ديالنا اللي كانوا معنا دائما ياسين حيله ولا الحبيبي اللي هما لاعبين ديال المنتخب الوطني حتى هما لاعبين شباب واللي كانوا يعني في المنتخب الاخر، هادو هما الاضافه اللي عندنا اللي كيحاولوا انهم بالتجربه ديالهم يعاونوا ويساعدوا هاد اللاعبين الشباب باش نوصلوا لواحد يعني واحد التنافسيه والجاهزيه في باقي الدورات ان شاء الله. 1 2 3 اشتركوا معنا في قناه طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.